Controlled three-phase rectifier يعني controlled three-phase rectifier نمشي بنفس البروسيجر زي ما كنا نعمل بالاول حتى يكون عندي three-phase هلا لازم ابني طبعا three-phase source خلينا ناخذ من البراوزر هون خلينا اول شيء احنا راح نحتاج ال راح نحتاج السينكس خلينا احط اوسيلوسكوب بي جي واي ايش عفوا؟ بي جي واي ايش بي جي واي؟ هي بتحطها هون مشان باور جي واي باور جي واي تمام بس هاي لازم انزل على الباور سيستم اجيبها باور سيستم ممكن بتسيرش لو يعني بدل ما تروح كل لايبرري صحيح صحيح بقدر اعمل سيرش صحيح حط الاكران هون خلينا نحط الجي يو اي سم باور سيستمز هاي عندنا هلا بدنا نبدا ب 3 phase sources فراح نبدا بالالكتريكال sources رح ناخذ AC voltage source رح اخذ 3 sources هاي ثلاث خلينا ناخذهم هلا هدول بنعمل نعطيهم الفاليوز تبعتهم رح نفترض انه هذا هو اول فيز خليني احاول اخذ 310 على 310 بين فولتج شو راح يكون ار ام اس 22 شو راح يكون اللاين فولتج هذا الفيز فولتج اللاين فولتج ايش راح يكون 380 في جذر الثلاثة راح اضبط الفريكونسي هون على 50 هرتز السامبل تايم احنا كنا نغيرها مشان اذا بنعملها 1 مايكرو سكند هذا اول سورس هلا هذا راح افرضه الار فيز ناخذ هلا الاس فيز والاس فيز رح نعمله بنفس الطريقه 310 1 مايكرو سكند كان لازم نعمل هون كوبي مش هيك هلا هون المهم اللي هو ايش؟ الفيز انجل شو لازم يكون اس بالنسبه لار؟ لاجل باي 120 ديجريز موجب ونفس الشيء هلا بناخذ الار التي وراح يكون لاجين باي 240 ديجريز وراح مارس 240 عندي هذه هون البيك هذه البيك امبليتود اللي هي 220 ار ام اس وهذا عندي هون 50 هرتز راح اخذ السامبل تايم بوينت 000001 اوكي هاي صار عندي هلا الثري فيز سيستم عندي 3 فيز سيستم جاهز هلا عندنا خلينا نجيب فولتج ميجرمنت وكرنت ميجرمنت او خلينا نبني ريكتيفاير كنترول ريكتيفاير احنا المره ما استعملنا ديتيل فايرستر فايرستر استعملنا اصلا فايرستر هلا اظن انه بامكاننا نستخدم يونيفرسال بريدج بس ما راح نستخدمه اليوم راح نبني احنا اليونيفرسال بريدج هو عباره عن بريدج ممكن انا اعمل له اشكله كانفرتر او كريكتيفاير زي ما تبي احنا بستعمل اليوم ثيرستر خلينا استعمل 6 ثيرسترز خليني اعمل فورمات واعمل روتيت للبلوك واعمل له كاونتر بلوك وايز عندي واحد هون بنسخ هون او خليني اتاكد هون ميجرمنت ما بدي ميجرمنت فيه هنا ما راح اخذ ميجر بورت راح اخلي هدول زي ما هم كايديال ثيرستر هلا عندي واحد بدي ستة من هدول كنترول في واحد مش هيك رقمناها مش هيك اخذنا هذا
ثلاثة وخمسة أعطناه هون شيء وثلاثة أعطناه هون شيء هذا أربعة وهذا خمسة وآخر شيء ستة خلينا نحاول ازيدهم هذول ليش رح نحتاج حتى نعمل فارينج؟ بدنا ال 6 بولز 6 بولز ايش اسمه؟ الكامل؟ 6 بولز سينكرونايز 6 بولز جنريتر هذول السينكرونايز 6 بولز جنريتر رح يشغل رح يعطيني الفارينج بولسز خلينا نحط ريزيستيف لود رح نحط بس ريزيستيف لود انا ممكن هذا يكون شلون ونجيب خلينا نجيب البلس جنريتر ايش لازم ادخل على السينكرونايز 6 بولز جنريتر؟ لازم اعطيه فايل انجل، لازم اعمل له انيبل عن طريق البلوك، ولازم ادخل ال اي بي بي سي سي اي، المشكلة عندي الاي بي والبي سي والسي اي ما بقدر اجيبهم من الفولتج نفسه، ايش لازم اجيبهم من وين؟ شكل سيجنال احط فولتج ميجر، فولتج ميجرمنت حتى اجيبهم، مثلا انا هون مضطر اني اجيب 3 فولتج ميجرمنت ديفايسز، لاحظوا هون ما راح يدخل عندي ار او اس او تي، راح يدخل ار ماينس اس S minus D, T minus R. هذا بيختلف لأنه إحنا لعبنا لحد الآن single phase، متذكرين؟ لعبنا لحد الآن single phase. راح يدخل ولاحظوا هون من الاسم مبين إنه هون اللي بيدخل عندي هو ال line voltages مش ال phase voltages. إيش يعني R minus S؟ إيش لازم أعمل؟ إيش لازم أقيسه؟ ال R. ما بين R و S. و R لازم يدخل على positive تبع voltage measurement device. اس لازم تدخل على النيجاتيف تبع اذا دخلت هذا على البوزيتيف معناها اني عم بقيسه مش ار ماينس اس عم بقيس اس ماينس ار اذا هون واضح عمال هو بقول اي بي يعني ار اس اس تي تي ار اذا بدنا 3 فولتج ميجرمنت سورس خليني ازيح هذا الرقم هون بدنا الان 3 ميجرمنت سورس نروح هون على ميجرمنت عشان بدنا عفواً
بدنا ماكس بدنا نزيحهم مش هيك؟ بدنا نزيحهم خلينا نزيحهم ماشي كويس نزيحهم من الارتفاع خلينا بس نسف اول شيء فولتج ميجرمنت خلينا نحاول نرتب هاي بدنا مساحه اكثر خلاص ها؟ خلينا نزيح هذول لهنا نزيح هذا شوي لهون هلا بين هذا وهذا بدنا نحط الديمالتيبلكسر الديمالتيبلكسر عشان تفصل لي البلسز خليني هلا اخذ هاي الفولتج ميجرمنت هلا الفولتج ميجرمنت وحده منهم راح تقيس ما بين ار واس شو رايكم حتى نعملها بدي ادورها على 90 درجه خلينا نشوف اذا بتضبط معي بدي ادورها 90 درجه حتى نرتبها شوي روتيت راح اعملها كاونتر كلوك وايز 90 درجه عشان تسهل علي هلا بامكاني ازيحها احطها هون مش هيك ارتب ناخذ هلا ال R minus S هلا ممكن هذا ننسخه كمان نحط كمان واحد هون خليني هاي احط عليها راح احط عليها R S اسميها R S راح اسمي هذه ايش لازم اسميها؟ S T S T تمام واخر وحده راح اسميها T R T R شو الهدف من هدول المرة الثانية نزيح حالها؟ ليش عم بدخل هدول انا على البلوك؟ عشان اعمل سينكرونايزيشن عشان اعمل سينكرونايزيشن، الهدف من هدول هو السينكرونايزيشن عشان البلسز اللي بتطلع يكون مرتبطة زمنيا مرتبطة تماما زمنيا بالفولتجز اللي عمالهم بحاولوا يعملوها، طيب وليش ما دخلناهم مباشرة هون؟ لأن سيجنال هذا ما باخذ فولتج هذا بطلع عليه شو شكله؟ سيجنال سيجنال هذا باخذ سيجنال وهذا باخذ سيجنال، هدول سيجنالز، هذه مش سيجنال، هذه فولتج لازم اعمل كونفرجن من الفولتج للسيجنال اذا ناخذ هون هلا ناخذ اول شيء ار ار ماينس اس راح اخذ اشاره من هون اجي على البوزيتيف عشان تكون ار ماينس اس ورحيني اشاره من الاس صار هذا عندي عباره عن ار ماينس اس وهذا راح يروح على اي بي هو مستعمل ترمينولوجي مختلفه بنستعمل اي بي سي احنا مستعملين ار اس بي والثاني شيء راح يجينا هلا من الاس يجينا هون من الاس على هاي النقطه وبعدين بدي اخذ اشاره من التي اللي هي هون هذه صارت اس ماينس تي كمان نفس الشيء الاشاره بتدخل عندي هون واخر شيء راح يجينا هون هلا من التي هي التي هون موجود خليني احرك هاي شوي ناخذ من التي هون مباشره هون طب بدي مشكلتي الان بدي اخذها من هون مثلا وصار عندي لاحظوا انها تي ماينس ار دخلت انا هاي بتدخل معي هون اوكي هاي جاهزه الان هلا الفا بلوك ايش بدي اعمل؟ حتعطيها زاويه شو راح البلوك اللي راح استعمله حتى ادخلها زاويه؟ كونستنت تمام اذا الكونستنت بلوك راح ارجع خليني اعمل سيف بلاش اضيع كل شيء هذا راح نسميه احنا كان عندنا دي اي 09 مش كان عندكم دي اي 09 لما كنا نزلت لكم اذا هذا راح نسميه الان دي اي 10 دي اي 10 واللي هو 3 فيز كنترول ريكتيفاير لاحظوا لازم يكون في عندي اندر سكور ما بحب السبيس 3 فيز كنترول ريكتيفاير طيب هلا بدي اذا بدي اول شيء اعمل بلوك حتى يكون بلوك لازم يدخل واحد حتى يكون ان بلوك لازم ادخل زيرو اذا بدي تو كونستنت بلوكس واحد حتى اعمل انيبل للبلوك والثاني عشان ادخل الانجل الفارق انجل المطلوب اذا هدول راح ارجع من السيمينج اجيب كونستنت او سورسز كونستنت ناخذ واحد من كونستنت احطه هون ترى كونستنت شنو يعني؟ كونستنت يعني بس اعطيني كونستنت فاليو يعني بضل يعطيني أربعة دائما بالضبط أو خمسة أو ثلاثة بس كيف أنت لو جبت دي سي فولتج سورس بالمختبر بدك تدخل قيمة معينة حطيت الفولتج سورس على 0.3 فولت وخليته دائما طول التجربة طول ما أنت بتشتغل كل شيء بتغير بس هذا الأوتبوت تبعه شو بضل؟ 0.3 فولت خلص بضلك هون رقم قادر يعطيني الفارق يعني فراح أسمي الاسم هون أغير الاسم
كيف بعمل سلكت لكل شيء؟ كنترول اي. كنترول اي بتعمل سلكت هون. طيب هي هذا البلوك، هلا هذا راح نسميه، دائما جيد انك تسمي الاشياء اللي تساعدك تفهم شو اللي عملته. يعني احنا عارفين انها فايل هاندل، بس مش بتساعد كثير صرت زميلك لما يجي يطلع على الفايل يكون ايش كاتبه هون؟ فايل هاندل، مش هي اكثر هيك؟ وبعدين هون انا هون مثلا خلينا نحط في البدايه 30 ديجريز. هلا البلوك نفسه لازم احنا نحط هون، هاي مهمه جدا، لازم احط الفريكونسي الصحيحه والبلس ويدث رح انزلها انا هلا ل 5. دبل بلسنج رح نحكي عنه بعدين، هلا رح اطوله شوي. بدي كمان كونستنت بلوك. خلينا نجيب كمان كونستنت بلوك من هون زيرو، وراح نحط له زيرو. هلا لاحظوا البلوك يعني 1، اذا حطيت 1 يعني بيعمل بلوك. لو انه كان اسمه هذا الانبوت انيبل شو بدخل عليه؟ 1. اذا هو زي ما اخذته في الديجيتال لوجيك، اخذته لوجيك درسوا ماده اللوجيك، بكون في عندي انيبل وديسيبل، مرات بكون في على الانبوت بابل يعني انه اكتف لو. هلا هذا اذا عندي هون حتى اعمل انيبل لازم اعمل زيرو، لانه بعمل زيرو بلوكينج يعني دونت بلوك يعني انيبل. نعمل هذه هون، وهذا بنسميه انيبل. يعني ولا شيء هذا، بس يعني بس انه سيجنال زيرو. سيجنال صحيح، بس السيجنال شو بتقول للسينكرونايز بلوك؟ اشتغل اشتغل بس وطول الوقت ضل شغال. لكن انت في بعض الاحيان راح ما بعرفش اذا بنوصلها بهذا الكورس ولا لا، بس في بعض الاحيان انا بدي اطفي بلوك واشغل بلوك حسب الاوضاع اللي موجوده في هذيك اللحظه. مش في عندي اف ستيتمنتس، انت بتعمل اف ستيتمنتس في البروجرامينج، فمرات اف ستيتمنتس بتقول اذا كان مثلا البلوك هذا قيمته اكثر من 5 اطفي هذا البلوك وشغل هذا البلوك. هاي بتستفيد منها. هلا احنا الوقت حاضر خلص بدنا نشغلها طول الوقت، فما رح تتغير طول الهاي، رح تضلها شغاله طول السيميوليشن. هلا بدنا دي مالتي بلكسر عشان افك هذا الكومبلكس لاين اللي بيطلع فيه 6 بلسز، في 6 لاينز يعني، بدي افك ال 6 لاينز عشان وين اوزعهم؟ ده اللي موجودين هون، بدنا نتذكر انهم معكوسين، اظن انه نفس الشيء رح يطلع معنا معكوس، بدنا نتاكد منها نشوفها. اظن انه هو الاول من تحت والثالث والرابع هو اللي من تحت، هلا رح نشوف. فبصير عندي على فكره هون حتى انا يمكن لازم سميناهم هذول 1 4. هلا راح تشوفوا ليش اعاد تسميتهم. ونجيب دي مالتيبلكسر، دي مالتيبلكسر راح نحطها كمان من ال commonly used blocks. هي دي ماكس. كم اوتبوت لازم يكون في الاسم؟ كيف عرفنا 6؟ لانه انا عارف، انا عارف اللي بدراستي لهذا البلوك اللي بيطلع منه 6 اوتبوتس. تمام، عندي 6 اوتبوتس. كبرها شوي هون. إذا دي ما بتصير جاهز. هلا أنا من معرفتي من المرة الماضية بتوقع إنه كلامنا صحيح. هلا بنشوف هذا هو الواحد، وهذا يعني هذا الآر اللي بروح على هذا الإس سي آر الثيرستر، واثنين ثلاثة أربعة اللي بروح على هذا، عشان هيك أنا عم ترقيم. هلا يمكن يكون شغلنا غلط، هلا بنشوف. رح آخذ هذا على البيت الأولى، واثنين ثلاثة أربعة رح يروح على البيت الثاني. متذكرين من اللي اشتغلناه المره الماضيه لما كنا نشتغل بالسنجل فيز ريكتيفاير. بعدين عندي اثنين راح يروح هون. المشكله هي بس ترتيب هذول. بعدين عندي ثلاثه من هذا راح يروح هون. طريقة أرتب من هيك، بس خلينا هلا نشتغل عليهم بعدين نشوف. بعدين ضل عندي 5
يجي هون وستة راح يجي هون. على الأقل هيك ببين الخطوط إنهم مش أوفرلابينج. ممكن برضو أحسن من مين يكون فنانين بيعرفوا يعملوا أشياء فنية. ترى ما مترتبة على الظل. نعم. قول ما مترتبة على الظل. يعني هسه هيك ارتب شغل. نعم. هيك احسن شغل. طيب هلا هدول هيك كلهم رايحين الفايربكس، المفروض هلا اذا شغلنا مضبوط يعمل فايرك صحيح على 30 درجة حتى اقدر اشوف الاوتبوت. بدي احط هلا رح احط انا ريزيستيف لود وراح احط كمان فولتج ميجرمنت، فراح اخذ واحد من هذول الفولتج ميجرمنت اللي هون اسحبه هون ساوي زوم اوت. نعم زوم اوت عشان تطلع تكبر. زوم اوت اوكي كويس. احنا هذا من استخدام الخطوط هذا الواحد بس. خلينا نعمل روتيت فورمات روتيت بلوك كلوك وايز وهذا راح نسميه ايش؟ راح نسميه في لود في ال هذا اللي هو راح يكون الدي سي او اللي يطلع معي ياخذ جزء من بعض نحط البلور ليش ما اخذتش الجهه الثانيه الجراوند؟ الجراوند ما له علاقه، الجراوند هو الجراوند تبع هذا الاي سي سورس، اللود الدي سي راح يكون ما بين الانود الكاثود والانودز تبعهم البريدج. اذا هذا هو الدي سي فولتج راح يطلع معي، راح اسميه انا هون الفي لود. هلا هون عندي على الاوسيلوسكوب راح اشبك هاي. هلا اظن الاحسن انه نحط ريزيستيف لود، الاحسن نحط ريزيستيف لود لانه احيانا ما بعرفش اذا بتطلع معنا الاشاره صحيحه. خلينا نجيب هون برانش ريزيستيف برانش. وين بدنا نجيب ريزيستيف برانش؟ بدنا نروح على سيم باور سيستمز، بدنا نروح على ايلمنتس، بعدين بدنا ناخذ ار ان سي برانش بارلل. بصير بارلل او سيريز لاني بدي احوله انا بالنهايه لريزيستر. هذا مش هيك سيريز ار ان سي برانش، انا راح اشيله واحوله بس لريزيستر وراح احطه مثلا 100 اوم. نسميه ريزيستيف لود بدي اياه اسم لفه فورمات روتيت بلوك اوكي. هي المفروض كل شيء عندنا جاهز. ابصر هلا شو صار هلا ميزه هذا انه احنا مش في مختبر كان ما في شيء راح يفرع او يعمل مشكله بشيء لما هيك بس ران. هذه ميزه السم باور. تفضل. يعني ايش الفرق اذا مثلا شلنا الريزستيف لود او خلينا سؤالك كويس. هلا مشكلة في ايديال لو عندي ايديال كومبوننتس احيانا ما بياثر بس لما يكون عندي نون ايديال كومبوننتس احيانا في مشكله بالفولتج اللي بشوفه بسبب الانترنال ريزستنس تبعت الكومبوننتس. هلا بدنا نحاول نعمل له اكسبلورنج اكثر بعدين بس انا بفضل عاده اذا عندي اوت فولتج احط عبره الريزستيف لود اقيس بشكل افضل. احيانا انت في المختبر اذا بتقيس فولتج على اوسيلوسكوب الاحسن انك تحط عبره الريزستيف لود عشان اذا في نويز او شيء ستريلي ما يبينش هون. هلا ما بعرف هون بتوقع انه بياثر بس هلا رح نشوف الاختلاف. بحط بشيله بعدين بقيه.
فالمفروض هلا خلينا انزل هاي بس ليش ولا نعمل هيك بوينت فور بس سكند مش هيك؟ هلا بتحولها للسكريت وبتعطيني سامبل تايم عشان الاوسيلوسكوب لما ياخذ السامبلز يقرا السامبلز من هذا ياخذ سامبلز كفايه بحيث يطلع سموث. اذا اخذت اقل رح تلاقي انه عدد السامبلز قليل فبصير المتعرج اللي حكيت عنه شكل الويف فورم متعرج. نشوف اذا كانه خلص. كان في شيء غلط. في شيء غلط عندي شعور غلط. اظن يمكن يكون غلط في البلسز اللي رايحه. مش عم بعمل سكريت فيز، عم بعمل كانه سنجل فيز. في الدبل سيجنال عملت الكليك وما شلتش دبل بلسنج خليتها انا. في احتمال ان هدول البلسز رايحين على السيارز الغلط. خلينا نشوف في هاي. لا في عندنا مشكلة، خلينا نوقف الفيديو عشان ما نضيعش وقت.